لو هنتكلم لان الوقت بيجري كمان كابتن عادل تسمح لي اروح شويه فنيات بالامس. يعني شفنا مساحات برضو الاهلي كانت كبيره جدا امبارح قدر التاج الحربي ان هو يستغلها، ده كان واضح الى حد كبير. بعض الاخطاء بعض التاخيرات للكرات يعني اللي برضو شفناها، موسيماني في المؤتمر الصحفي ما انكرش ده، لا تحدث عنه، بس في الاول وفي الاخر انا داخل عايز 3 نقاط واخدته. حضرتك برضو بتشوف اللعب بالأمس كان إزاي؟ إيه أكتر خطأ حضرتك لفت نظرك؟ أنا بتكلم عندنا باختصار، في لعيبة مجهدة جدا وفي لعيبة مش مجهدة أبدا. فاللعيبة اللي مش مجهدة أبدا دي مفروض إنها تأدي أفضل من كده. يعني في لعيبة 3-4 لعيبة كانوا الراجل بيديهم نص ساعة في تلت ساعة في ربع ساعة في هاف تايم، مفروض إن أنا في الوقت ده مبقاش مجهد. في الوقت اللي انا فيه عندي 6 أو 7 لعيبه في طوكيو مفروض ان انا اقف مع فرقتي، فالوقفه دي ما كانتش موجوده. الجبهه اليمين عندنا كانت بتشكل خطوره علينا. الوقفه اللي ما كانتش موجوده دي نتج عنها ان الانتاج الحربي استغل الفرصه في المساحات اللي اتخلقت والاسيست اللي اتعمل من نص الملعب وراح لمصطفى البدري لاعب الانتاج واللي سجل منه الهدف الثاني. فاحنا بنتكلم على كوارث مش مجرد اخطاء. الجبهه اليمين، وانا برضو أنا يعني لسه مكلم يعني الكابتن سيد، يعني في تواصل بيننا باستمرار يعني في ماتش اللي فات ماتش البنك كل الأهداف جاية من الجبهة اليمين وكل الخطورة جاية من الجبهة اليمين، فطبعا برضو دي علامة لابد إن احنا يعني يبقى نقف عندها. ولادنا اللي موجودين اللي يعني 5-6 اللي هم أصلا ما كانوش مضغوطين جامد جدا زي ديانج وزي عمرو وزي حمدي وزي بنون وزي ايمن اشرف، علي معلول ما بياخدش 5 دقائق راحة، يعني علي معلول على طول على طول في الملعب. محمد شريف ديانج امبارح بصراحة كان رائع برضه. طب ديانج مش مجهد؟ طب ليه امبارح كان بيأدي بالروح والقتالية ديت؟ يبقى اذا انا رسالة للعيبة اللي انا يعني بنحبهم جدا ودول ولادنا، المفروض ان انت ادائك لازم وانت بتلعب في الملعب تحس ان في 80 مليون بيتفرجوا عليك بيقولوا لك لا احنا منتظرين منك افضل من كده. هل فرق المشاركه كابتن عادل، يعني ده السؤال اللي هنختم بيه لان تقريبا الوقت خلص، هل فرق المشاركه عدد المشاركات من قبل اللعيبه الاختلاف ما بينهم ده بيؤثر برضو الى حد ما في الملعب؟ يعني احنا عندنا لعيبه ما شاركتش عدد كبير من المباريات نزلت تشارك، هل ممكن يكون برضو ده بيؤثر شويه على الاداء؟ بيؤثر حاجه بسيطه لكن الروح دايما لازم تكون يعني حاضر، الروح لازم تكون حاضره. انا ممكن جدا ابقى مش موفق لكن بديلك 8.5 أو 9 من 10 فرقتي من جري من قوة من التحام، كرة مشتركة بتاعتي تحسي ان انا بجيب الكرة جايبها بمنتهى السرعة، بحفز زمايلي، حتى الكاميرا لما بتيجي على وشي بضيع فرصة او بعمل باصة غلط احس ان التأثير ده على وشي ان انا لا انا عايز اللي جاي، زي ما حضرتك بتشوفي وكريم بتشوف الراجل اللي بيلعب تنس لما بيغلط في واحدة تحس ان هو بيرجع نفسه، الحته دي بتبقى مهمه جدا وانا بادي. فطبعا دي كلها امور الولادنا دول لازم برضو يراجعوا نفسهم، لان المفروض ان انا في الوقت ده الناس منتظره منك انك تثبت. انت طبعا لعيب كبير وكل حاجه ولعيب هايل وكل حاجه، بس المفروض ان انا منتظر منك اداء و فنيات اكتر من كده.